نعم. هذه الصلاة، الصلوات المفروضة الخمس والجمعة، لابد أن تؤدى جماعة. صلاتها شنطة هي صلاة الجمعة هبة، وإن جماعة للوقوقة. أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال. وحا أغير إلا أورانك صلاة الجماعة وهي يعني واجب كطير رقا. وكان يعد من يتخلف عنها عند الصحابة رضي الله عليهم منافق ظاهر النفاق. وحا لغو ترين شري قفق صلاتها جماعة كدب دعا وأن سوها ليلين ويهي منافق نفاقي سوء وعديه. نعم. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويحرص على أداء الصلوات المفروضة مع الجماعة. قف كيسوا الله كلام سيني سبحانه وتعالى وحكود ذلك صلاة هن فرض كين الجماعة كلت كذو. والجماعة لم تسقط حتى في الحرب. جماعة ذو مرض على حتى هديد دجال لقتشروا. نعم. وبالصلاة الجماعة هناك فوائد كثيرة. صلاة الجماعة ذو حليل فائدة يأذو فربضا. 27 درجة. تضبي إلى باتن درجو. نعم. وكذلك اجتماع أهل الإسلام. شذا سقلي وحى كل شراء مسلمين أو كل ما يه. وتفقد أحوال أهل الإسلام. يروح إنه بارباروح على ذا مسلمين تا. وغير هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. جزاك الله خير.